مستمعين الكلام ما بطيب الحديث إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام نحكي ولا ننام أنا سعيد أبو النحس المتشائل نمرة هويتي 2222222 مواليد ايام الانجليز يعني ابوي وتشيرشل كانوا طزين بالباس بس لما ابوي شاف انه تشيرشل مش ناوي يطول بالبلاد صاحب الخواجه يعقوب سفسارشك وقبل ما يموت قال لي انجار عليك الزمان يا سعيد ما الك غير سفسارشك بدبرك ودبرني كل حياتي باسرائيل بديت بعجيبه بالحوادث بال47 بقيت نازل انا وابوي على الحمار على العكة هذا المرسيدس الوطني تبعنا ما طبينا عن سكة الحديد الا دي 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 طخ علينا انطخ ابوي وقع على الحمار اتخبيت ورا الحمار انطخ الحمار وانا نجيت يعني كل حياتي باسرائيل بفضل الحمار ضليت انادي والله يا يابا ضليت انادي تدخ راسي ما حدا رد علي طول راس ما سمعوني ردت يما علي بلا طمين بلا طاد قلت لي روحي يا عين خليلي تنغدى يا طول غيبات طفل هذا بحط بالك يوم بشوف بعيط بحزن علي أمريكي بحزن عم سيدة اللي فيا بس يشوفين بعيط الله يسلمهم الحمد لله رب العالمين 30 واحد اللي راحوا من أهلي فك عدر يا سيد 30 واحد والله هذا سيد أبويا بك مختار سيد أبويا بقول لك من حيت رحمك عاد كتلف ولادك قدام ضرب اليهودي كاف الا بقول لا مش احنا اللي بنذبح فيكم بلطانا اللي بنذبح فيكم شو بدي اقول لك بكينا عرب واصحاب حاره اصبحنا طنايب مع اليهود من خطيه درياسين بعدين 400 بلد هي في الكتاب محطوطه في الكتب اللي شردت من مكه درياسين لو اجونا 10 بني ادمين قال عين عين شد درياسين راحت درياسين عربي ربي واصحاب حار لكن عربي ربي واصحاب حار يوم النكبة والصمود حق العودة ما بيموت يوم النكبة والصمود حق العودة ما بيموت وحدي وحدي يا جماهير خلف الموقف والضمير وحدي وحدي يا جماهير خلف الموقف والضمير من غربية لليرموك غامض أسطوري حنيني لها ليس حنين إلى حجارة وطرقات فقط بل حنيني لمزيج غامض من مشاعر أقارب ناس حيوانات طيور أنهار حكايا وقصص حتى حين أذهب إلى صفوليا أنفعل أنا وأبكي فقط ولكن حين أفكر في صفوريا الصورة التي تحتل ذهني هي صورة تكاد تكون وهمية تكاد تكون غامضة تكاد تكون لا تفسر فيما مضى كنت أرى في الحلم أنك راحلة فيخنقني الأسى ولأن ذلك كان حلما كنت أستيقظ فأفرح ويملأ القمح الظهيرة وأنت كنت الأسى وأنت كنت الفرحة أما الآن فإنني أحلم أنك قادمة فأفرح وأستيقظ لأدرك أن ذلك كان حلما ويخنقني الأسى ويملأ الشوك الغسق سفوريا كانت خطر على الجيش
جيش الدفاع جيش إسرائيل بالطريق بطريقه على ناصري. نعم. إن سكروا طريق على ناصري. طبعا كان هدف جيش الدفاع يحتل ناصري. نعم. كان مقعد ناصري كان مقعد كوكجي مقر كوكجي. طبعا خرب بين معسكرين بالطريق. كان علوت من جهة وصفوريا من جهة. راحت كتيبة على علوت وأنا كقائد الفرقة رحت على الصفوريا وكان لازم أحتلها أو احتلتها. وكان شعب انقتل منها مش كتير واحد بس. أما كانت مقاومة لأنه كانت فرقة لأبو محمود الصفوري مشهور كان كائن مشهور في جيش كوكجي وإن كومونا منيح. إنسى واحد بكاني وخلاني أفكاري يوم طلعنا من البلد وما رجعناش. لما وقعت في الولدين حامل البنت عمرها شهرين والولد عمرها سنة ونص لما نيتني ما عرفتش منين بدي أنزل وقعت عن سلسلة أكبر من هذه جيت تحت الزيتون في عين رواس عند طريق عين رواس طريق عين كارم ملكة حي الولدين تحتنا والحمد لله كلنا ما فيش فينا أي شيء انشرطت أوعية من هون لهون ما لقيتش إبرة خيطها. كنت 15 سنة لما وصلنا عين كارم صارت واحدة من عين كارم تقولها أم محمد حسن بكي نحن لها صحبة كتير تقول الله يكسرك ليه جايبه هذول الولاد معاكي بلكي مهم ماتت في دير ياسين كلها زي ماتت في دير ياسين شو بدنا نسوي لها أخوي بيزعل عليها زي ما جيب لهاش أولادها شو بدك تطعميهم كنت بعرفش شو بدك منين بدك تغيريهم كنت بعرفش. والله يا جماعة عندما جاء النحس الأول ذا بيج ون في 48 اتشعتلت أولاد عائلتنا في جميع البلدان العربية المجاور لإسرائيل اللي إسرائيل بعدها مش محتليتها عقبال عندها يا رب. إسا لما انطخ أبوي مع الحمار الله يرحم الجوز اركبت طريق البحر لعكا. البحر كبير يا ريس البحر جبال للناس وشط رصاص وخيانة وزوارق مليانة. البحر كبير وخوان وولاد العم كمان وأطفال غرقاني غرقاني عندما عدت عام 94 إلى وطني وذهبت لرؤية البيت الأول في يافا المكان الذي ولدت فيه كان أول سؤال قفز إلى ذهني هل يستحق هذا المكان كل تلك التضحيات؟ عندما نظرت إلى البلاط الذي يلمع وألوانه التي لم تتآكل كأنها صبغت أمس وعندما نظرت إلى الأقواس وإلى الزجاج الملون وإلى الليوان العريض والفسيح المفتوح إلى البستان الذي أمتلك صورة له عندما كان عمري سنتين وكانت الأشجار التي زرعها جدي وأبي صغيرة مثلي وأصبحت الآن أشجار باسقة ولم تتدخل يد طوال 50 عام لتقليمها أو للحفاظ عليها ولكنها ظلت في مكانها ترتوي من ماء البئر والبركة بشكل طبيعي. عندما نظرت إلى ذلك كله وتطلعت كان هناك باب خشبي مهمل وعلى الباب وصدقني كانت هناك كلمات محفورة عبد وخميس وفؤاد وفايز وعوني كلها أسماء
لأعمامي الذين ولوالدي الذين كانوا أطفالا صغارا يلعبون وحفروا كما يحفر الأطفال أسماءهم على أول قطعة خشب وكانت الباب. استعدت الباب على الأقل، ولما رأيت هذا كله قلت حتى من أجل أن أعود لأحيي الأرواح التي لا تزال في هذا المكان والتي غادرت الدنيا ويبقى حفر أسمائها موجودا على هذا الباب، من أجل ذلك يستحق أن أعود ويستحق أن أغامر ربما بفقدان حياتي عشرات المرات خلال السنوات الماضية. اللي خوف أهل يافا وخلاهم يطفشوا ما طلعوا من كونهم يعني إلا بأسباب. أهل يافا الإنجليز عمل دعايات مع اليهود، اتفقوا دخلوا على دير ياسين اغتصبوا بنات وقتلوا ذبحوا وعملوا، فيقولوا بالإذاعات هذا الإشي لحتى إيش أكترها دعاية. هم مش ناقصهم بنات اليهود يعني، بس دعاية مشان العرب تطفش. بقول لك العربي من العرض والشرف بأخذ بناته ومرته بهرب، وهذا الطريقة اللي الإنجليز بدو إياها واليهود يفضوا لهم البلاد عشان هن يقعدوا، لأنه الإنجليز وعد اليهود بأنه يعطيهم وطن قوم بفلسطين. باليوم 8 نيسان الساعة 4 العصر على وجه التكريب كنا واقفين مجموعة مسلحة من أهل القرية نراكب معركة القسطل. هذه القسطل، وكانت المقاتلين مطوقين القسطل ومعارك دائرة عنيفة بينه وبين العصابات الإسرائيلية. كيف كيف؟ فلما استشهد عبد القادر الحسيني كنا احنا واقفين حراسة على القرية هانا. فلما استشهد عبد القادر الساعة 4 وجانا نبأ استشهاده، الحقيقة إن يعني ارتبكنا، وبتعرف صار عندنا شوية ذعر يعني. واحد قائد جهاد لما بيستشهد فجأة على غفلة هيدا، فإحنا حسبنا حساب إن يصير عندنا نفس اللي في القصر. أيوة. فأخذنا إحنا حالة طرارئة. هذاك هذيك الليلة اللي استشهد فيه عبد القادر الحسيني حرسنا كنا، حتى الحليب صارت تحرس معنا وتصهر معنا. عارفين بدهم يهجموا. أي نعم، لأن سووا احتفالات بين قبعات شؤون لمنتفيوري بيت كيرن بيت فقان 4 مستعمرات مع مستعمرة موت سهانة. إقبالنا كانت تضرب علينا القرية في أثناء القتال. نهجا يوديت غتستا لكيم سدي توفا على يد يروشلايم، وخلط شامكم المتئم زي دير ياسين. דוד שלטיאל, שהיה מפקד ההגנה, היה ממונה על זה. דוד שלטיאל הציע שאצל ולחי יבצעו את זה, אז אצל ולחי ביצעו את זה. זה נועד להיות פעולת כיבוש כפר, כמו שנכבשו כפרים אחרים כבר לפני זה. זה לא נועד להיות טבח. بعد معركة بين رجال القرية وبين العصابات الإسرائيلية المهاجمة، وبعدها مجزرة إنهم فحشوا ضربوا النساء والأطفال بدون متنابل. هذه مجزرة. עכשיו אני יודע שיש שלושה ממסדים שהרוויחו מדיר יאסין. אחד זה הממסד הבריטי, אחד זה הממסד היהודי הרשמי שתאב את אצל ואת לחי כמובן, והשלישי זה הממסד הערבי שברח מפלסטין תקף בהתחלה והפקיר, המנהיגים ברחו והפקירו את הפלחים לנפשם. האדם האחרון שעוד הגן על הפלסטינים היה עבד אל-קאדר אל-חוסייני שנהרג בקרב בקסטל, ואחרי מותו לא היה מנהיג כי המנהיגים ברחו. الساعة 11 خفت الذخيرة معنا. شوف اليهود خفت الذخيرة معهم. اليهود ليحي وإيتسل طلبوا نجدة من الملباخ هذا اللي الملباخ ايوه اللي هجناه، وكان الرئيس تبعهم وقتها دبي بن جوريون. طلبوا منا قالوا له يا إما بتقدم لنا مساعدة
الهجنة تدخل معنا ولا احنا مسلمين القرية؟ قتال عنيف دير ياسين. والله يا محمد والله والله ما طير طاير خش أرض دير ياسين سوى أولاد دير ياسين. ادعوا إن اليهود ادعوا على إن يا سيدي قال اجت قوات من القسطل من القسطل أيوة إنها قال اجت تقاتل معنا مع العلم والله ما أجا نفر والله نفر ما أجا شايف كيف؟ وزعموا على أنهم قتلوا 250 افهم لوريكها على أساس إن بدهم يكبروا القتلى مشان يحطوها في ظهر المجاهدين أو المناضلين يقول إن هذولا مش من دير ياسين هذول من مقاتلين فأنا بأكذب أتخن قائد إسرائيلي وأتخن قائد عربي كل اللي انقتلوا 93 واحد بالدفتر عندي بس أكثر من هيك لا ظليت أنادي والله يا يابا ظليت أنادي تدخ راسي ما حدا رد علي طلاش ما سمعوني 50 سنة مش قادر اتنفس زي اللي عم بغرق زي اللي عم بحلم انه عم بركض ومش قادر يركض كابوس مقرطله ويا ما كنت اسرق على الناس اللي حواليه ويقولكوا يا ناس يا عالم انا واحد منكم زيكوا عربي زيكوا ولكوا عينوني ساعدوني وما كان يطلع من تحت هالشوارد غير نونوة بسه فهمت اني انا بسه تصور دكتور بعد عمر طويل روحك بعد موتك تتناسخ في بسه وهي البسه يعني انت طالع تلعب بساحه الدار مياو هذا دينك بيجي ابنك حبيب قلبك بتصير تنادي عليه مياو واو بيجي ابنك بقول لك بس امشي تعاود ترجع لابنك حشيشه قلبك حشيشه قلبك اللي ملكاش غيره في الدنيا مياو واو واو بيجي ابنك بحمل حجر وبضربك فيه حجر تطفش وانت تنوي مياو 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 هيك صار لي 50 عام بنوي وبنوي 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 حتى اليوم اذا بشوف بسة الشارع بتوسوس بلكي تطلع امي الله يرحمها بصير انا ادعي عليها يا امي يا امي يا امي حصلوا ثالث يوم طرونا قالوا اطلعوا قولوا وين قولوا يلا على عبد الله اطلعوا والله احنا لما اجوا لهون الجماعة وضبوا الناس حطونا وين الكراج تبع دير الاسد وحطوا رجال لحال نسوان لحال الاولاد لحال الاختيارية لحال وكنا قاعدين مع بعضنا كلنا شوي والا اجوا من الجنود مع نقلان إلى المي قالوا بدنا ناس يروحوا يملوا مي للعسكر تعال انت تعال انت تعال انت اخذوهن بعد ما نخبوا 4 اخذوهن ابو محمد بفكر ما كانش منتبه كان بالنا تقريبا حوالي 100-150 متر فيش 150 متر رشوهن 2 منهن انهزموا من الشارع وقبلي وقعوا بالارض واثنين من الشارع وشمال وقعوا بالارض احنا الموجودين عرفنا ان اخذوا فلان وفلان وفلان لانه قالوا له انت وانت 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 تعال للصدف انه طلع مسيحي ومسلم ذباحي اسدي 2 من الدير 2 من البعني قبل ما احتلوا اول دار طبوا فيها نسف نسفوها يعني الاختيارية العمى اللي مش قادر يطلع والله في 2 ذبحوهم ذبح باكين قاعدين في الشارع برا ذبحين الكل ساكين عندهم وبيجي 50 واحد هذولا اللي قتلوهم يوم البلد من كانوا يجوا على كل بلد بلده بس يجوا على البلد يطلعوا كم واحد ويقتلوهم قدام الناس مشان الناس تخاف وتفل انا من يعني 4-5 ساعات مشيت بنتي على ايدي اخوي صغير 3 سنين ماسك فستاني وجاري فيي حامله شويه اواعي وانا حامل كمان فبنتي صارت تتلوى على ايدي يعني في واحدة ست كبيرة بتفهم قالت لي يا بنتي بنتك بتنازع بدها تموت فارميها ارميها وامشي بحالك يعني
فايش انا انجنيت؟ مين برمي ولده يعني؟ مهما ارميها طيبه حتى لو ماتت يمكن احملها ميته. ارميها طيبه، مين برمي ولده وهو طيب؟ شلحت بدعنكم صرماطي بالطريق وصرت اعجل بالمشي يعني لعلني اصل يعني محل دكتور مي اسعفها. صفونا 4-4 ومشونا للرامي. في هناك عين للطرش للدواب بشرب مي منها. قتلنا العطش، هجمنا على العين بدنا نشرب مي من الران. كمان اجى جندي بالرشاش ورش في المي. توميجان. رش في المي مشان ما خليناش نشرب. صاروا بتعرف بعد يوم طويل عطش بدها الناس نتفة مي، بدها تاخذ لها اللي مرميين. حتى صدقني واحد يعني اخوي قد ما تلوى معي 3 سنين وبنتي قد ما تلوعت، واحد حامل بريق الفخار هدول كنا نشرب منهم من زمان. حامل بريق فخار. هجموا عليه الناس بدهم يخطفوه، وجيت انا قلت له شلحت خاتمي يعني هديه، اول هديه من جوزي بالخطوبه. شلحته وقلت له اسقي اخوي بس نتفة مي وبنتي، حط لها نقطة مي. قال لي يا اختي والله متأسف انه هاي مش مي. صار يصرخ ويقول نجاسة يا عالم نجاسة، ايش عامل في البريق؟ واخوه مرمي شاب بده يروح يضحك عليه ويقول له اشرب مي. فاهم اللي صار ايش صار؟ هلكات احنا لو احنا بكينا في السن هذا فجرك بنطلع من البلد؟ والله لو بكينا في السن هذا ونموت ما بنطلع من البلد. كل جهل طلعنا من البلد. جيل. بعدين فيش راعي لنا، فيش راعي. وبعدين الناس بكوا كل اليهود بيذبحوا الناس. شوفوا بكت صايره هذه شغله طيب اسمها هذه بيتك هذه شو اسمها مش بيتك دير ياسين دير ياسين يقولوا هذول اليهود بيذبحوا الناس وهذول وشردوا هالنسوان برا ولا شو بيشرد؟ طب اللي قاعد بحتوره زي هذه هي هذا الشرم هذا مش صعب عليك تطلع منه؟ صدقني شفت بعيني يعني واحده يمكن بتوب العرس فلاحه كانت يمكن ليله عرسها كانت مع شاب صغير فيش 20 سنه عمره وهي دوب 15-16 هذا من ناره عليها بده يسقيها بيضة وناصحة وحمرة صارت وتلها جابها السطيل وهزع البير وجاب سكينة وقال اللي بدوش يزيح بدي أملي بدي أبطه الناس قول خافت منه صاير دمه الزلمة ببطه وأجع هالبير ملها السطيل أنا واقفة وحياة الله يعني بكذبش بإشي أجي جابها السطيل لمرته قال لها اشربي حتى تمها غبت ومالت راحة ماتت لطم صرخ قال لها جبت لك اسعفك تموتي جرها في شويه صبر هيك جرها ديل الصبرات ودشرها وراها يا طيور غني حبي وانشدي واجدي وامالي للي جنبي واللي شايف ما جرالي اشتكي له يبتسموا ويزيد دموعي يا طيور حالي من سهد ودموع היו 300 כפרים ערבים בנגב לא נשאר מהם סימן מי שמכיר קצת צמחים כשהוא רואה צבר, יש עוד צמחים שהם צמחי מעזבה, ככה שנקרא, שהם גדלים בחורבות. הם גדלים בדרך כלל, זה סוג של צמחים שגדל איפה שהיו חיות ובני אדם שהשתינו וחרבנו ודברים כאלה. אז זה הצמחים שגדלים שם. אתה יכול לראות איפה היה כפר ערבי בלי חוכמות. الربيع في الخمسينات رحت اتصيد سمك على جسر الزلقة جسر الزلقة وهي جسر الزلقة بلد غريب للأرض كيف صمدت جسر الزلقة والإفريديس
رغم انهم كانوا من اصغر البلاد بين حيفا ويافا. الطيري، كفرلان، جبع، اكزم، صرفند، ام خالد، الغبسيه، جديد الشماليه، جديد القبليه، خربت الزبابده، خربت البرج، الطنطوره، كساريا الى اخره. الفريديس طلق لحاجه في نفس يعقوب، مش يعقوب الصفصاشي صاحب ابوه، يعقوب دي روتشيلد، هذا العرس الانجليزي المليونير البخيل اللي بنى زخرون يعقوب على انقاض زمارين. بس الفريديس ضلت بسبب سواعد ابنائه اللي اشتغلت في كروم العلب تبعت زخرون يعقوب، واحنا مش لازم نزعل على عرب الفريديس اللي اشتغلوا في كروم العلب. مين اللي شق الطرقات؟ مين اللي بنى العمارات؟ مين اللي زرع القطن وحلجه ونسجه عشان تلبسوا سادة يقظان النعسان؟ مين اللي اشتغل بآتا مصنع النسيج الإسرائيلي المشهور غير العرب؟ حتى قالوا أن الاتحاد الوطني العربي سيخيط من آتا لباسا موحدا لكل رفاق اجتماعات القمة العربية لكي يتساووا كأسنا النشط. ولا فضل لعربي على عجمي إلا لا بالملك. والكوفي والعقال رمز الفروسية هو العربية. ولما بيفور الدم العربي شو بيصير؟ ملك. ساعتها بيسبوا كل المستوردات الأجنبية غير الملكية والكوفية والخمارة والطيارة والسيارة والدولار والصورة والوقف للصورة بوس اليد ولي العهد وقهر العمال والاستغلال وقطع الرزق والفندق. ومشيت بالشوارع شوارع القدس العتيقة، وقف عباب بواب صارت وصرنا صحاب، وعينيهم الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب. مرحبا يا مصطفى نام وكشف يا مرحبا يا مصطفى نام. أعطيني ثلاث أسباب اللي أدت لنكبة شعب فلسطين في 48. السبب الأول الانتداب البريطاني اللي أولا أعطاهم معهد بلفور في 2 نوفمبر سنة 1917 لما أعطى اللورد بلفور للبارون روتشيلد، بعث له رسالة بيوعده فيها أنه تعمل حكومة بريطانيا على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وبموجب معاهدة سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا أخذت بريطانيا فلسطين وشرق الأردن والعراق وأعطت للفرنسيين سوريا ولبنان لتتمكن من تنفيذ وعد بلفور. وعملت حكومة الانتداب البريطاني من أول يوم دخولها لفلسطين على تنفيذ هذا الوعد، وخاصة عينت أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين يهودي هربرت صموئيل، واللي كان واجبه الأساسي أنه يمكن من إقامة الوطن القومي ويمكن اليهود من الاستقرار في البلاد وإلى آخره. السبب الثاني الوضع الغير مريح والغير ثابت ومستقر للشعب الفلسطيني اللي كانت بتقوده العائلية والإقطاعيين واللي كان همهم مصلحتهم الذاتية مع الأسف. والرجعية العربية اللي في فلسطين لم تشرك الشعب الفلسطيني في العمل السياسي ولم تشركوا في الدفاع بشكل جدي عن قضية بلاده. حتى ثورة 36-39 استلموها أيضا المفتي والإقطاعيين اللي ما ضمنوش فيها تنظيم جيد ونضال جيد، بينما مثلا في الناحية اليهودية صار عندهم الوكالة اليهودية، صار عندهم الهاجنة، صار عندهم جيش منظم، صار عندهم هذا، وكانت ييجوا من أوروبا عندهم خبرات وعندهم تدريب، بينما في الناحية العربية كان في تخلف. الشيء الثالث أنه من ثورة 36 أو من إضراب 36 أخذت الدول العربية زمام قضية فلسطين من إيد أهلها. القرار لم يعد في يد الفلسطينيين أنفسهم، وإحنا بنعرف أنه حكام الدول العربية
كان كل واحد منهم يساوم بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة تانية لمصلحته الذاتية، وباعوا مصلحة فلسطين ولم يهتموا أبدا لا بالدفاع عنها ولا بدعمها ولا بأي شيء. أنت وين مشيتنا هسا؟ لأنا تلوك يا نخدكو على مشابعة أخي هود اللي كانت في بلد اسمها بروة في 48، وأنا كنت قاعد الفركة اللي اختلتها. دوب أنت بطل. أنا مش بطل، أنا زلمي عادي، أما في عندي دميري. بالنسبة لشعبك بالنسبة لشعبي بطل. مش بطل، كنت بطل لما أخارب، أما لما أخارب لصالح حقوق العقلية العربية بيقولوا لي لا أنت خاين، ما بتحبش شعبك، وكمان بضربوني أمرارا. وأنت بطلت تصير بطل بالنسبة لشعبك؟ يمكن من بعد 49. كم قرية احتليت؟ هسه بقول لك 6 7 8 شيء هيك، بس ما كان فيها جنود، كان فيها بس مسلحين من الفلاحين، طحوا شوي، ولما احنا كان عندنا مدفع او رشاشة انهزم، وفي عمكة وفي عدل القرى اللي انت احتليت. شوي لازم عمكة كويكات، عمكة، البروة، شفا عمر، صفورية، وبعدين هذا هو، يعني هذا اللي تلعبين. رحنا في 48، أجونا أول إشي دخلوا البلد من قرية بقولوا لها القبيبة، قبيبة بن عواد، دخلن الدبابات والمدرعات، لما دخلوا بهيبة مربي الطخ اللي يجي في وجههم وطخوا، وقسم من الناس اطلقوا الباب الشرقي إلى العباد تنهزم وتشرد، وهم بهالفكرزات وهالرشاشات يضربوا وبرنات كان وقتها يرشوا فيها الناس، والحلال وهالدنيا كامل ما يكون، كانت الدنيا الساعة 12 أذان الظهر يوم جمعة، وصلنا الشاطر بشاطرته، واللي محاول الصغير حمل، واللي ظل وراء ابنه ظل وراء. طب ليش؟ ما هو أنتوا قاعدين في بلدكم، شو بيوديكم؟ ما يجوا اليهود. كان طالع عن دير ياسين، تعرف الدق عند الناس والدقاي كاتله، كانت الناس يعني صارت تشرد القريه هذه، تروح هذيك تشرد قبلها. قديش قتلوا في البلد؟ والله القتل إشي كثير يعني، مش قديش العدد يعني؟ يمكن انه اقول لك الدوائم كان ضحيتها مش اقل من 400 500 بني ادم، ما بين ذكر وما بين انثى وما بين صغير وكبير. قديش عدد سكان البلد كان؟ البلد كان في حدود 6000 نسمه. זה היה טבח יזום על ידי צהל, זה צבא הגנה לישראל עשה, זה לא אצל, לא לחי, לא הגנה, אלא הצבא, ואתה לא תמצא את זה בספרי ההיסטוריה הרשמיים, אבל מי שצריך לדעת יודע, אני למשל צריך לדעת ואני יודע. אני ידעתי את זה כבר ב-48. למה זה קרה? לדעתך? יש לי רק השערה מחונכת, שמי שעוד לא הספיק לברוח, שיברח. هذه المقبرة، هذه حارة كانوا يسكنوها الناس،
هذيك الخروبة بقول لك معالم دارنا يعني في هذا الجال. هاي بلدك؟ نعم. زوايا؟ نعم. مش زعلان يا أخي إحنا في بلدك بعد 50 سنة؟ طبيعي زعلان، طبيعي زعلان. ليش ما زعلش يعني إنه أنا بشوف بلدي وبتمكنش أتجول فيها أما أنام فيها. طردوه من كل المرافق، أخذوا حبيبته الصغيرة وقالوا أنت لاجئ. سمحت بنتفت ماي بس مشان أتوضأ يوم الجمعة مشان أصلي. سنين بحوت في هون في هون تجار بكفار عربي اليوم زي يشوف كمان يا تمرقش بسادر مزاشة تجار ببيت لمعسي بعبر له يا شيخ. ما انا يقول لك لخ كان او لو سمعت اتا سمدين اتا اتا في ايرشي بنادم شيء انا مبين طوب موت انا نولدت بو انا نولدت بو زي ما كوم شلي اني شم روري مخشبه لاحور مي ايابو ما ايابو شم دبر المدينة زود نتنا ليهوديم لفناء ألفين ألف شنين وزي شلانو نوح لانو لو نوح لانو גם לנו כאב שהוציאו אותנו מהבתים שלנו. הם לא הוציאו אותנו בכוח, לא שהם הוציאו אותנו בכוח, תלכו מפה. פה במדינת ישראל, אני יודע, הסתדרו עם העיראקים והוציאו אותנו, באנו לפה. אבל שום דבר לא נתנו לנו להרים. למה אתה הולך עם אקדח? אקדח? תראה, זו שאלה כזאת שאתה שאלת, במצב של לפני 10-20 שנה לא היה אקדחים. לאף אחד לא היה. הנה, אחיך הולך בלי אקדח. אחי הולך בלי אקדח. ככה הוא מרגיש. למה אתה הולך עם אקדח? אני היום אין לי, מה, לא מה יש לי את האקדח. יש לי אותו מזמן. ממתי? 15 שנה. למה? למה? כי אין ביטחון בארץ הזאת. מי פן שי? מי פן? איך כי הולך לנו בתוכן? יא ג'מאעת אל-חיר. ماي الفرد على راسي ولد يمكن عمره 4-5 سنين وانا ما ظل براسي عقل بين المرتين بدي انط عليه واذبحه بس ما استلشيتش. من فين جاي؟ انا من البروه يا خواجة. انت راجع على البروه؟ اه يا خواجة دخيلك يا خواجة والله ما الي حدا بهالدنيا غير هالولد. دخيلك يا خواجة دخيلك يا امي يا خواجة. انا مش قلت لكم فيش برجع؟ انتم حيوانات ما فيش نظام ما فيش قانون. يلا امشي. الانسان حين يحرص على ارضه ويراها مقدسة ويراها عز عليه من روحه هذا ليس حقا ضخم ولا تعصب. الحاقد المتعصب الذي يزيلك من مكانك ويحتل هذا المكان هذا الحاقد. ثم حتى لو حقد الفلسطيني فحقده مبرر لأن الحقد عادة هو سلاح الضعيف سلاح الذي لم يستطع أن يحصل على حقه. في عصر يتحدثون فيه عن الشرعية والشرعية الدولية والشرعية العالمية والأمم المتحدة وحقوق الإنسان ومجلس الأمن. أنت حقك كيف بدك تطوله؟ كيف بدك ترجع على صفوريا؟ أنا مين قال لك بدي أرجع صفوريا؟ أنت بدكش ترجع؟ لا أنا بالنسبة لصفوريا رمز معين. ومشو؟ أنا أعدني لصفوريا وأعطيني بيتي وأعطيني جيرتي وأعطيني كذا. لا أرى أنني أخذت حقي. ما أصنع لأني أنا ما أصنع ب 40 سنة من العذاب والتشرد وكذا. سلخا وخلصنا. النيكو فرد بيكار على نيام كذا شو فلسطينيين. אני חושבת שכל מי שיושב פה שהיה בארץ לפני מלחמת השחרור, אנחנו כולנו פלסטינאים. זו עובדה, היה עובדה, יש לי הפספורט הישן. אסלאמו עליכו. כול עם זו בחיר. ועם גני אסא, נשידת אסלאם, ג'בנה סלאם עליכו. ג'בנה סלאם עליכו.
سلام سلام מרגיש שאתה מנגן לא רק בגלל אהבתך למוזיקה ואתה מתחבר לערבים בארץ לא רק בגלל אהבתך לערבים מלפני אלא גם בגלל עוד נושא שהוא כאילו לקחת אחריות ברגש האשמה הלאומי. האם אני צודק? אתה צודק בדבר אחד. אני הרבה שנים האמנתי שהציונות שלי, אני הייתי ציוני, אבל ציוני לא ממה שיש היום, בוודאי, וגם לא ממה שהיו אז. אני האמנתי שאנחנו לא נעשה נזק לערבים בארץ, עוד בלי מלחמות, אלא להפך. להפך, נביא קדמה, נעזור, נשתף פעולה. ואני מודה שעוד לפני המלחמה, ראיתי שיש בתוך הציונות מגמה, או אולי זה טבוע בטבעה גם, אולי זה דבר שהוא בלתי, לא יכול להיות אחר, כשעם אחד בא למקום שיש בו עם שני, בייחוד אם יש התנגדות, וההתנגדות הצודקת, זה יתברר אחר כך. אז בוודאי שלא הרגשתי, לא תמיד הרגשתי אם זה טוב, כבר אז, עוד לפני קום המדינה. אבל אחרי המדינה, מאותו רגע, שאת מה שאפשר היה לעשות, לרפא, לתקן, להתייחס טוב, לעזור, להחזיר פליטים, זה התחיל, מאז זה התחיל לאכול אותי, ומאז אני הולך בקו הזה כל הזמן. למה רפדו יזגיבו זוג'תי, וזוג'תי אג'ת וסארו יטארדוה, في أثناء وهي مخبية في منطقة يافا, تخبت على فكرة عند الدكتور موشي سني, أبوه لفرايم سني, وتخبت عند يهودي كتير, هذه حقيقة. وكانت المؤن توزع بالبطاقات, وكانت السلطات مانعة نقل المؤن من مدينة لمدينة. وأنا ركبت الباص من حيفا وجاي على يافا, عند نهر اليركون كانوا حاطين نقطة تفتيش, وأنا كنت حاطط شوية المؤن اللي دبرتهم في كرتوني تحت المقعد اللي قاعد عليه. فطلع التفتيش في الباص, طلع لمين هاي الشنطة؟ هاي اليهودي اللي قاعد, يقول له إلي, هذيك إلي, هذيك إلي. في الاخر عند الباب الباص الوراري اطلع هيك, شاف الكرتوني. لمين هاي الكرتوني؟ انا عارف انه بده يتحاكم, بده ينحبس عليها شغله. سكت, طليت ساكت. في النهايه رضخ, حمل الكرتوني ونزل, وانا مش مستجري اقول شيء. فرحت على يافا, كانت مخبيه عند واحد ابراهيم شعث اسمه, عمه لنبيل شعث الحالي. وقفت باب الدار, صرت أبكي, لأن شو بدي أطلع. يعني كانت مشكلة بالنسبة لي, اللي هو شافني الرجال, هو نازل من بيته اللي شافني, بقول لي مالك, مالك يا عودي؟ قلت له هيك. قال لي لا, لازم تقول لي شو مالك. قلت له والله ببكي على تعاسة نصيبي, هيك 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 صار فيه. قال لي ولو يا زلمة, والله لو بقطع من لحمي لا أطعم مرتك وبنتك, ما يهمك, انمسكت انمسكت الكرتونة ولا آخر. المهم أنه بكيت, لأنه من تعاسة الموقف وعناد حكومة إسرائيل في ملاحقتها لعائلة مسالمة, ما فيش أي سبب أنه يمنعونا نعيش مع بعض إلا كراهيتهم للعرب عامة ولعائلتي خاصة. المفهوم اللي تنظر الحركة الصهيونية من خلاله إلى الشعب الفلسطيني هو مفهوم استعلائي يلغي الشعب الفلسطيني إطلاقا, ويرى أن لا حضارة لهذا الشعب, على الرغم من أنه شعب له تاريخه, له لغته, له أرضه التي يفلحها طوال آلاف السنين, ولكن النظرة الاستعلائية, النظرة التي تقسم الناس إلى قسمين, قسم متفوق وقسم غير متفوق, هذه النظرة هي ليست عمياء فقط, بل لا مستقبل حقيقي لها إطلاقا.
بين النداءات ما كره للفلسطينيين هاله بغداد العربيه عاد 5 بيوني ويتن هون عاد 11 بيوني لما كانوا بتفسير حرب 67 في الضفة او في فلسطين الضفة اللي كانت تسمى ضفة غربية ما كانش فيها 10 جنود مع بعض يعني منطقة عمواس دائما بقى يبقى فيها لواء دافع في الوقت اللي صار فيها ما كانش فيه غير حوالي فئة يعني بين 30 ل 40 جندي وقبل ما يدخلوا اليهود انسحبوا ولا معنى خبر بدنا نطلع بس كنتوا سامعين عن الحرب سامعين بس بيطمنوا فينا مين اللي طمنه؟ إفاديات اللي طمنوا شو كان يقولوا؟ إنا تطلعوا شو ما واحد يطلع من بلده وإحنا طيحنا 67 طيارة وطيحنا 65 هذا اللي نسمعه هذا أحمد سعيد فضحنا نسمعه واتطمنا والله يعني ولا حدا خايف لك في الطفة جلنا في الشجيج وفاش بدي محارب الناس بعدين كانوا لنا اخزنوا يا زلمة خزننا في الدور خزين لا خلينا كاس ولا خلينا رز ولا طحين ولا سكر ولا رز ولا معلبات وحطيناها في الدور ما ظلش ولا كرش مع الناس انا رميت بنتي رجعت لها مشان 7 ليرات انا البنت اسبوع رميتها في الطريق بعدين افطنت في كفالية يوم شفت ان بكشطوا حطيت ان في الكفالية للبنت 7 ليرات رجعت بعدين شفت عليها كنت ياخذوها اليهود قدامي هالكيت وضل ما انا ميت انا وياها تموت معاي بكيت لابس زي الترواج زي الجلباب اللي بلبسوهن اليوم هذول ضبطتها فيه وحطيتها في ركبتي ضبطت البنت من ورا قلت تموت في ظهري ولا تموت في الخلا احن الى خبز امي وقهوه امي ولمسة امي احن الى خبز امي وقهوه امي ولمسة امي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي البيت هو وجود أهله هو وجود الناس اللي فيه يعني البيت هو ليس عبارة عن جدران أو مكان بارد هو أهله وأحياناً البيت بيحتفظ بصدى خطوات أهله حتى بعد 100 سنة هذا المحل اللي أنا بحس إنه بنتمي إله رغم كل هذا الهجران وكل هذا النسيان وكل هذا التجاهل يعني هذا مكاني في القدس ومكان بيت ستي يعني مع إنه مصادرينه لصالح الجامعة العبرية هلأ ورميينه مسكر مثل إنسان مخنوق حاطين على البواب وعلى الشبابيك شمينته سدينه بتحس كأنه إنسان حاطين في تمه قطن لما نجيت أول مرة وشفت فيش بلد دخت بكى في دي بكى الدخان وعيت كلهم قطم وقعدت على إيديه في عمواس بلد 3500 مساحة كبيرة بهرت لك إياها عشورة عشورة العادة دخت طبيت على وجهي يعني طلعت عمواس يوم تيجي على بالي أنا ببطل أجمع واحد في بلد من غير بلده يظل غريب كليل كيمة يعني بتكلل الأصل الغربة إحنا سمعنا حكي وشحبنا يوم إخلاقنا في البلد اللاجئين والغربية لا نعدينا لا لاجئين ولا نازحين هكيت مش معبدين وفي صفوري كان أكثر من نجار واحد يصنع القادم هو
شكل من الخشب مصنوع على شكل سلم السيبة يوضع عليه الحصاد من شعير أو قمح. وفي صفوري كان رجل يدعى أبو مصطفى مشهور بصناعة هذا القادم. وأبو مصطفى سنة 48 آخر سنة أعد 50 أو 60 قادم ووقفهم ونظر لهم وابتعد وقرب فعجب بهم وعجب بنفسه فقال يسلموا إيديك يا أبو مصطفى على الصنعة. إمام البلد كان جالسا ومعه جريدة فقرأ صرحت مصادر موثوقة أن 2000 قادم قد جاءوا إلى الميناء إلى ميناء حيفا هذا الأسبوع. باطل باطل خرب بيتك يا أبو مصطفى، 2000 قادم الله يخونك بريطانيا بعتنا لليهود، 2000 قادم بدم وصفوري وكفر مندى، خرب بيتك يا أبو مصطفى. فتعليقي أنا إنه مع الأسف الشديد أن الحركة الصهيونية التي كان يدعمها الشرق والغرب ويدعمها من في السماء ومن هو على الأرض، دعمها الاتحاد السوفيتي بكل جبروته وقواه، ودعمتها أمريكا، ودعمها الغرب، ودعمتها بقصد أو بغير قصد أمم عربية وإسلامية في الشرق، هذه القوى كلها كان يقابلها أبو مصطفى الذي يختلط عليه أمر القادم الجديد والقادم الذي يصنعه للفلاحين ليحملوا عليه قشهم وحصادهم. رحم الله أبو مصطفى دخل معركة لم يهزم بها، الذي يهزم هو الذي يقاتل، دخل معركة وهمية لا علاقة لها لا بحرب ولا بنضال ولا بشيء، توفي في العين الحلوة وهو يحلم بالقوادم التي كان يصنعها لصفوري. وضع على فمه السلاسل، ربط يديه في صخرة الموتى، وقالوا أنت قاتل. يا طير ذكرتني بالحبايب، بنغماتك وشكواتك، لا تزيد علي هموم بالله بحياتك. يا طير لما تشوف إنسان إيده على خده يعني مفارق الخلان، لا تقرب لحده. يطير كل إنسان همه على قده، لا تزيد علي هموم بالله بحياتك.